يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقه النادي الاهلي زي ما هو نادي الانتصارات فبطبيعه الحال هو نادي الفرحه، نادي الاحداث والفعاليات الفنيه المختلفه اللي الحقيقه ليه معاها تاريخ طويل وعريض. احنا هنتكلم معاكم من خلال هذه الفقره عن امور نادره، هنشوف مع حضراتكم من خلال هذه الفقره صور نادره وفيديوهات نادره، ونرجع كده بالزمن لمرحله العشرينات والثلاثينات وانت طالع، مش كده برضو استاذ محمد؟ احنا منورنا الاستاذ محمد مصطفى، هو مسؤول وحده الافلام الوثائقيه بالنادي الاهلي. صباح الفل على حضرتك، وبنتطلع بقى للفقره دي اللي هتكون مليانه كنوز من الذكريات. صباح الفل عليك. صباح الورد عليكم. صباح الخير، اهلا بيك، مبسوطينك معانا بقى، يعني كنز النوستالجيا والذكريات فعلا، وعايزين نستفيد ونستغلك في نفس الوقت. هستغلي ونرجع بقى، خليني اتكلم، احنا دايما نتكلم عن النجوم لكن عايزين نتكلم بقى عن اكبر مشجعي كمان الاهلي، لان دي حاجه برضو اعتقد الناس تحب تسمع عنها. وبنتكلم هنا عن الشيخ حسن اللي هو كان من زمان من اكبر مشجعي النادي الاهلي. خلينا نعرف كده قصته في البدايه. هو الشيخ حسن اصلا الناس تعرفه اكتر حاليا بانه كان منشد ديني وقارئ القرآن الكريم، ان هو بدأ كده، كان من مواليد الباجور في المنوفية، وكان الشيخ حسن احنا معانا صورته برضو، وكان وهو صغير اصيب بالعمى، وزي اغلب نجوم الاجيال دي كانوا بيطلعوا بالصدفة. ففي احد الموالد غابت الفرقة اللي هتنشد، هو طلع شال الحفل كله. بعدها في افتتاح مدرسة المعلمين كان حاضر وزير التعليم كمال الدين حسين، وطلع انشد قدامه وتنبأ ليه بمستقبل كبير قوي. كان بيحب النادي الاهلي، وكان دايما يحب يسمع صوت الله يرحمه كابتن علي زيور لما بدأ تعليق في الراديو في الستينات. في الوقت ده كان الشيخ حسن بيروح التلفزيون عشان خاطر يمتحن يبقى منشد ديني ومؤذن، فقابل الاستاذ فهمي عمر وساله عن تليفون الكابتن علي زيور، وفعلا خد تليفونه واتصل بيه. وكان الاهلي في الوقت ده كان المستوى متراجع شويه، وكنا بنلعب نهائي كاس مصر سنه 66، والشيخ حسن صمم ان لازم ينزل الملعب قبل الماتش. كابتن علي قد ايه كان رافض، لكن اللي هو علي زيور سمح له ينزل الماتش. هو كان عايز ينزل يعمل ايه برضه؟ هو كان مبروك. تمام. وكان لانه قبل الماتش كمان سالوه وكانوا قلقانين جدا ان الاهلي من سنه 62 ما خدش بطولات. احنا بنتكلم 66 اربع سنين كتير. فسالوه الاهلي، قال الاهلي هيكسب 1-0 قبل الماتش. فلما الاهلي كسب 1-0 تباركت بيه جميل واصبح تعويذه زي ما بيقولوا فسوخه، وكان له هتافات جميله جدا لانه كان بيروح كل الماتشات وما كانش بيشوف، فكان بيحط راديو ترانزستور على ودانه، وكان دايما حتى مثلا بيكون في هجمه على الاهلي يقول يا منجي، وكانت الجمهور كلها ايه يعني ايه تتفاعل معاه يعني. اكيد. وبعدين هو له شويه اغاني ظريفه جدا كان دايما بيغنيها في المدرجات قبل ما يغنيها كاغنيه موسيقيه. هو بعد كده طبعا احترف الانشاد الديني وترك مجال الهتافات والتشجيع، وكان له حادثه ظريفه جدا مع الرئيس السادات الله يرحمه في احد مش فاكر الواقعه بالظبط كانت احتفاليه كانت ايه، لكنه حضر معاه وكان معاه الشيخ الطبلاوي، وهو كان دمه خفيف، والسادات الله يرحمه كان ابن يعني زي ما بيقولوا كده ابن نكته يعني طبعا. كان فعجبه جدا اسلوب الشيخ حسن، خصوصا انه الافيه عنده عالي قوي، فاداله هديه عصايه الابروس بتاعته وفضلت معاه لغايه ما مات. يمكن في حاجه، الشيخ حسن مات في نوفمبر 2018 من سنتين بس، يعني مؤخرا. في الوقت ده كان معاه دايما احنا نعرف يمكن الحاجه دولت الله يرحمها كانت دايما تطلع في المدرجات تشجع النادي الاهلي، اللي هي تقريبا عملت دورها عبلة كامل في الفيلم حاجه زي كده يعني. لا كان في بقى الحاجه عواطف كانت اشد منها كمان، كان دايما مع الشيخ حسن. فده كان الجو اللي هو كان جو الجماهير بتاعه. يمكن لو هنسمع الاغنيه اللي غناها الشيخ حسن للاهلي، الشيخ حسن قاسم، هتلاحظ كلها رسائل مش مجرد اغنيه شعبيه. الكلمات نفسها هتشعر فيها رسائل موجهه، رسائل عن تاريخ وقيمه النادي. فده اللي نقدر نتكلمه باختصار شديد عن الشيخ حسن.